التحفة الفنية والصرح الديني مسجد الجزائر تتسارع فيه وتيرة الإنجاز، خاصة الممر العلوي من الجهة الشرقية التي ظلت لثلاث سنوات متوقفة لأسباب تقنية محضة. اليوم توضع آخر اللمسات من أجل إكماله في غضون الأسبوعين. هنا بدينا الآن، وضعنا ورقة طريق وبدينا في العمل، يعني حتى نشوف الممر الشمالي، يعني لو بون است اللي كان 3 سنين هو الان متوقف من العمل. احنا تلاحظوا انه تقريبا راح ننتهي منه في قريبا جدا، يعني اون ديبلوكي تو لي بروبليم تكنيك، و لو بون است يعني اللي يسمح على الاقل كي ندير لا ريسبسيون تكون عندنا لا كونفورميتي، باسكو يعني سي اون ريزيرف تاع لا بروتيكسيون سيفيل، انه مشات يعني مشروع يعني بون كيما نستنوا فراج دار، يعني هو منشاه فنيه انطلقنا فيها مؤخرا، وان شاء الله في 20 يوم ولا 15 يوم ننتهي من هذا الاخر. المسجد الاعظم كما هو متعارف عليه لدى الجزائريين الذين يتساءلون عن توقيت فتحه وانتهاء الاشغال فيه، الوزاره المكلفه بانجازه تطمئن وترد. نفس الشيء بالاشغال المتبقيه لننتهي من انجاز هذا المنجز الضخم، ونخليه نحطه في التصرف المواطنين باش الناس تروح تصلي فيه وتدي فيه الشعائر الدينية. ما ننساش انه الجامع ماهوش الا جامع، فيه مكتبة، فيه مدرسة قرآنية، فيه يعني هو مجمع، باش نخلي هذا المجمع في تحت تصرف المواطنين والمواطنات. ما بدش تواريخ، حنا انا نوعد، ما نوعدش بافيك دي دات، مي نوعد انه راح نعمل جهدنا باش نتعدى هذه الصعوبات والعواقب، باش نلحق انه ننتهي من هذا المشروع في اقرب وقت ان شاء الله. ثالث اكبر مسجد في العالم الذي يتربع على مساحه تزيد عن 400 الف متر مربع بمختلف معالمه المميزه، يتهيأ لاستقبال المواطنين سواء للصلاه او للالتحاق بالمدرسه القرانيه او حتى للزياره باعتباره تحفه فنيه تاريخيه.